كتير طلبوا مني اني اتكلم معاكم اكتر عن موضوع تدريس اللغه العربيه واللهجات العربيه للاجانب. تعالوا اكلمكم في هذا الفيديو عن موقع يمكن اول مره اتكلم عنه. تعالوا خطوه بخطوه اقول لكم تعملوا ايه، بس بالله عليكم تاخدوا خطوه بعد الفيديو ده مباشره. هتقولي انا مش متخصص في تدريس اللغه العربيه وانا مش خريج اداب عربي او تربيه عربي او جامعه الازهر. هقول لك اصبر عليا واتفرج على الفيديو ده وانت هتلاقي الاجابة بان فعلا مش شرط ابدا ان انت تكون خريج قسم اللغة العربية عشان تدرس للاجانب. italki.com زي ما انتم شايفين على اليمين عدد زياراته الشهرية بتتخطى 7 مليون. واول خطوة بنعملها بنيجي على italki.com، هذا هو رابط الموقع. تلاقي الواجهة دي قدامك هنا على اليمين فوق، ركز معايا، become a teacher، هي دي. هتضغط هنا وهتسجل. طيب هتقول لي هسجل، هكتب ايه، هعمل ايه؟ ده اللي انا هكلمك عنه بالتفصيل في هذا الفيديو. نزلت تحت خالص هتلاقي هنا هو برضو teaching become a teacher، هي. طبعا هنا لو انت عايز بقى تتعلم، لكن احنا هنا عايزين نبقى مدرسين وعايزين نشتغل ونكسب من خلال تدريس اللغة العربية. خلونا الاول ناخد فكرة قبل ما نضغط على become a teacher. هضغط هنا على Arabic لان ما شاء الله هناك الكثير من الاساتذة من جميع البلاد العربية. اضغط على find more teachers وهتلاقي هنا العدد الكلي للاساتذة اللي مسجلين، عددهم كام؟ 388 أستاذ وأستاذة مسجلين على هذا الموقع لتدريس اللغة العربية. خد بالك كلمتكم من قبل عن موقع تاني مكتسح حقيقة اسمه بريبلي، والموقع ده بقى لا زيارته كام؟ اللي فات كان 7 مش كده؟ بص ده اقرأ معايا، تخطى 13 مليون شهريا. ده شهرته مضاعفة وانا اتكلمت عنه بالتفصيل في فيديوهين سابقين، هما دول فيديو من سنة وفيديو من 5 شهور، برضو ارجع لهم هسيبهم لك في صندوق الوصف، واعرف بالتفصيل موضوع تدريس اللغة العربية على موقع بريبلي. لكن النهاردة انا حابب اتكلم عن italki. وخد بالك هنا عدد المدرسين على بريبلي Arabic tutors 1379. هنا ممكن تلاقي المنافسة حقيقة شديدة جدا، لكن هنا العدد مازال 388. امسك في الفرصة دي بايدي واسناني. هتقولي بس انا مش عارف من اين ابدأ وماذا افعل. هقول لك واحدة واحدة وبشويش، وصلي على النبي كده وركز معايا. انا هختار دلوقتي كذا حد من البروفايلز اللي قدامكم وهقول لكم بالتفصيل ازاي نخطو خطاهم، نعمل ايه بالظبط. فتحت هنا بروفايل محمد امين. اول حاجة هتلاقي ان محمد بيكتب عن نفسه ايه بقى هنا، بص ده اللي انت هتملاه لما تيجي تعمل الاكونت بتاعك، هي دي الاشياء اللي انت لازم تكتبها عن نفسك. اولا يدرس ايه، هو هنا مختار ايه بقى، اقرا اللغة العربية Arabic المغربي الدارجة المغربية، وهو بقى بيدرس برضو الانجليزي والفرنساوي، بس دي مش قصتنا دلوقتي، خلينا هنا دلوقتي. هنا وهو بيقول ان انا اتحدث اللغة العربية والاسبانية، طبعا لازم يكتب ايضا اللغة الانجليزية بما انه فوق بيقول ان هو بيدرسها. وهتلاقي بعد كده سيكشن اسمه about me، لازم يكتب عن نفسه حاجة، ولازم يكتب خريج ايه، لان انا لاحظت ان في بعض الناس ما بيكتبوش. هنا محمد بيقول ان هو ميكانيكال انجينيرينج ستودنت، ده لسه طالب في هندسة ميكانيكا، ده طالب ومش خريج لغة عربية، مركز معايا مش كده؟ طب عنده طلاب، ما يمكن ما حدش بقى هيجيله انه لسه طالب وكده وصغير وما عندوش خبرة. لا 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 استنى اهو اقرا معايا، عنده 32 طالب ما شاء الله، وعدد دروسه تخطت 100. ايه رأيك بقى؟ طيب يبقى انا عرفت هنا السكشن الاولاني والتاني اللي هو بيدرس ايه وبيتكلم ايه وabout me. في بعد كده برضو سكشن تاني اسمه me as a teacher. هتقول لي ما انا ما بعرفش اكتب حاجة عن نفسي. يا سيدي اقرأ شوف الناس كاتبة ايه وشوف ايه اللي يتناسب معك انت، وخد الجمل منهم وركبها مع بعضها على نفسك، بس تكون صادق، احنا مش هنعيد اختراع العجلة. بعد كده هنا my lessons and teaching style، برضو هنا هتلاقي مجموعة نقاط، تاخد لفة كده عند كذا واحد. وغير بقى كل ده اهم حاجة انك لازم تسجل لنفسك فيديو قصير. هتقول لي هي دي المشكلة، لا ما انت علشان تنجح لازم تشتغل على نفسك شوية وتتعب شوية، لازم تسجل فيديو. هتقول انا ما اعرفش بقى اسجل فيديو كده واتكلم، هقول لك لا يبقى الشغلانة دي غير مناسبة ليك. احنا عايزين واحد قادر على انه يتكلم يتحدث امام الكاميرا، لانك هتشتغل مع الطالب من خلال زوم مثلا او من خلال يعني اي برنامج،
لازم تكون شايفه وشايفك. هتقولي طب هقول ايه؟ هقول لك يا سيدي ادخل على كذا بروفايل واسمعهم وشو بيقولوا عن نفسهم. هنا نسرين اهي بتقول على نفسها انها بتدرس اللغه الانجليزيه. طبعا نسرين منين؟ نسرين من الاردن، وهي طبعا كاتبه عن نفسها بالعربي وطبعا بالانجلش. طبعا الاساس انك تكتب عن نفسك بالانجليزي. خلاص احنا فهمنا القصه، لا بقت سهله بالنسبه لنا. خلاص عرفنا ان احنا فوق خالص، نيجي هنا تيتشز كذا اهو. طبعا هي بتدرس الشامي العربي طبعا واللهجه الشاميه واللغه العربيه الفصحى، وتتحدث طبعا عربي وانجليزي وفرنسي زي ما هي كاتبه هنا. خد بالك العلامه الخضراء دي لو وقفت عليها بيقول لك اي دي فيريفايد، وده طبعا عن طريق التحقق من الهويه بتاعتك، ده بيدي مصداقيه. لو ما فيش دي انا لو طالب مش هاجي لك. هنا بقى خلاص مي از ا تيتشر، لا هنا كاتبه اي هاف ا باتشلر ديجري ان انجلش. شفت يعني دي متخصصه اصلا في اللغه الانجليزيه. هي كاتبه هنا اقوم بتدريس اللغه العربيه الفصحى، يعني لا عيب يا نسرين، الفصحى ما بتتكتبش بالت المربوطه يا ماما، امال ازاي بتدرسي عربي؟ طبعا نلاقي هنا بقى فيديو، هل عندها طلاب؟ عندها 33. حد تاني هنا، الزهراء مصريه تحيا مصر خريجه الازهر، دي درست التجويد والقراءات والفقه والتفسير والحديث. خلاص بقى يعني خريجه الازهر ما شاء الله. نفس القصه بتشوف انت بقى برضو عينك بتيجي على كل النقاط، بتاهل نفسك الاول. انا هعمل الاكونت بتاعي ازاي؟ انا باخد فكره عشان اعمل الاكونت بتاعي بطريقه احترافيه. وهنا ايضا اسلام، اسلام خريج قسم اللغه العربيه كليه الاداب جامعه اسكندريه، وما شاء الله عليه عنده 123 طالب، وشوفوا عدد الدروس بتاعته تخطى الالف. ولما بتنزل تحت هنا بقى، لما خلاص انت بقى بتشتغل وكده وبقى عندك طلاب، بيتكتب لك هنا بقى، خد بالك بيتكتب لك انت درست هنا كام درس، انت درست هنا المودرن ستاندرد ارابيك اللي هي الفصحى كام درس، اتممت 686، الجرامر 13، الريدنج هنا 103، الكاليجرافي ده كمان خطاط ما شاء الله درسين، وهنا الارابيك ليترتشر الادب العربي 29 درس. كل حاجة ليها سعر، والترايل ليسن الاولاني خالص بس ده بيبقى $5، بعد كده كل حاجة بيبقى ليها سعر منفصل. خلاص اهلنا نفسنا، فهمنا القصة، اروح بقى للموقع واضغط على become a teacher، اهي become a teacher، وسجل واعمل لنفسي اكاونت واتوكل على الله. وما تنسوش برضو يا شباب تبصوا على الموقع بقى الرهيب بريبلي، وتشوفوا برضو الفيديوهات دي اللي انا اتكلمت فيها بالتفصيل عن هذه المواقع. اتمنى ان انا اكون فهمتكم القصة ماشية ازاي. انتوا برضو لازم تشتغلوا شوية، اتعبوا شوية، ازاي هندرس بقى اللغه العربيه للاجانب. طبعا مع مراعاه ان انا لازم يكون عندي الاساسيات في اللغه الانجليزيه، يعني ما بقاش ميح خالص، امال هتواصل ازاي؟ ده اللي انا حبيت اقوله في الفيديو ده، يا رب يكون فيه الفائده لكم او لمن تعرفون. لو تعرف حد انت شايف ان هو يقدر يشتغل الشغلانه دي، غير مناسبه لكل الناس اكيد، لو تعرف حد خليك جدع ودله على الطريق. دايما نعين بعض، ليه؟ والله الدال على الخير كفاعله. شكرا لكم يا شباب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. شكرا لكم، ولا تنسوا ان الناس بالناس ومن يعن يعن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشهد ان لا اله الا انت.